السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده عملت صينية ريزن مع جذوع الخشب وحبوب القهوة. أول حاجة جبت خشبة MDF مستطيلة سمك 10 ملي، علمت مكان المقاسات اللي أنا عايزها بالظبط. أنا عملتها 35 في 21، بس زودت المقاس سنتي من كل اتجاه عشان لما نقطع بالCNC يبقى فيه مساحة أقطع فيها. حددت الفريم بتاعي اللي أنا هصب فيه بالظبط. عملت المستطيل بالظبط على قد مقاس الصينية بس أكبر سنتي من كل اتجاه، وعلمت بالقلم الفلوماستر. بعدين لزقت سلوتيب على الخشب مكان الفريم على قد الفريم وأكبر شوية علشان لما أصب الريزن إن شاء الله ما يلزقش في الخشب وأقدر أفكه بكل سهولة. بعد ما خلاص لزقت كل السلوتيب على الخشب، جبت القطع الاكريليك هتبقى ده الاطار اللي انا هصب جواه، وثبتها على العلامة اللي انا معلمه بالقلم في الماستر بالظبط، وبدأت ألزقها بمسدس الشمع. بقفل عليها كويس قوي مسدس الشمع من كل الاتجاهات علشان ما تسربش ريزل لما اصبه. دي طبعا قطعة صغيرة كملت بيها الفريم اللي انا عملته علشان الجزء الاكريليك اللي انا اشتغلت بيه ما كانش مكمل للاخر. وقفلت عليه برضو المسدس كويس جدا، اهم حاجة تقفلت الشمع عشان الريزن ما يسربش انا شغال. هبدأ بقى اجهز الريزن اللي انا هعزل بيه الخشب اللي انا هحطه. الاول انا بشغال بريزن نسبته 2 لـ1 او 150، عملت 100 جرام ريزن وحطيت عليهم 50 مصلب. كده خلاص حطيت النسب وبدأت أقلب الريزن بالمصلب كويس جدا. بعدين جبت الجذوع الخشب اللي أنا هحطها جوه الصينية، بدأت أوزعها في أماكنها ورصها الأول قبل ما أعزلها. بعدين هبدأ أصب ريزن على كل قطعة جزء خشب من دول، بعزلها كويس جدا عشان أقفل المسام بتاعتها عشان لما أصب عليها الريزن ما يعملش معايا بابلز. ودي بقى حبوب القهوة اللي احنا هنحطها جوه الصينية. انا جبت 1/2 كيلو بالظبط، ده توزعه على 3 كوبايات وهفضي عليه ريزن عشان اقلبه في الريزن كويس عشان ما يعملش برضو معايا بابلز كنوع من العزل ليه.
هبدأ بقى أوزع حبوب القهوة في الصينية كلها، في كل حتة في الصينية، وزعها كلها بمستوى ما بقاش أعلى من مستوى الخشب، عشان لما أجي أساوي الوش بالمكنة السي إن سي ما يبانش معايا حبوب القهوة من فوق على الوش. كده خلاص وزعت كل الحبوب بتاعت القهوة في جوه الصينية. بعد ما عدى 24 ساعة هبدأ أصب بقى الريزن اللي أنا هاملة بيه الصينية كلها للآخر. عملت 300 جرام، كل كوباية وزعت فيها 100 ايبوكسي، احط عليهم 50 مصلب. دي الكوباية الاولى، دي الكوباية التانية فضيت فيها 100 جرام التانيين. جبت بقى الكوباية الاولى فضيت عليها 50 جرام مصلب، الكوباية التانية فضيت 50 جرام مصلب، بس هنا المصلب ذاب، فجيت حطيت ايبوكسي تاني عشان اظبط نسبة المصلب مع الايبوكسي. قلبتهم كويس المصلب مع الايبوكسي، وهبدأ اصب ان شاء الله، اصب بالراحة خالص على كل الحبوب بتاعة القهوة. وهنا بقى برش الكحول، كحول 99.9 عشان يخرج لي كل البابلز اللي في الريزن. وده شكلها بعد ما صبيت كل الايبوكسي، ده شكلها من الجناب كمان، وشكلها شكل القهوة مع الخشب. وبعد ما عدى عليها 24 ساعة التانيين هبدأ أفكها، أفك الأكريليك كل اللي أنا كنت مقفل بيه. وده شكل التصميم اتعمل على الكمبيوتر، هيبقى صينية واتنين كوستر وقطعتين ميدالية. ثبتها على المكنة السي ان سي، على أرضية المكنة السي ان سي، هبدأ بالمكنة أساوي كل الوش بتاعها عشان فيها أجزاء عالية وأجزاء واطية، فأنا عايزها كلها مستوى واحد. دي شكلها بقى بعد ما خلصنا بالسي ان سي. طبعا البنطه بتاعت السي ان سي بتعمل اثار فيها وخطوط، فانا بركب بقى الصنفره 80 او 120 تكون خشنه عشان اشيل كل الخطوط والتجازيع اللي سابتها اثار المكنه السي ان سي.
طبعا بصنفر الوش وصنفر الظهر، لان المكنه سوت في الوش وسوت في الظهر، وهسوي كمان معايا الكوسترات. وهنا بدأت الحافة بتاعت الكوستر او الصينية، كنت عايزها شكل دائري او كيرف شوية، متبقاش زاوية قايمة. بدأت أنظف التراب كله أثار الصنفرة، بدأت أنظف كمان حبوب القهوة نفسها لأن هي فيها فتحات دخل فيها تراب. وهنا عملت ريزن حبة صغيرين، هبدأ أفضي بالقطارة في كل الخرام بتاعة القهوة آثار القهوة. هنا اللاتكس ما كانش نشف قوي، بس انا بدأت اثبته خلاص. بدأت احط 4 علب عشان احط عليهم الصينية، عشان لما اصب عليها لو سرب ما يلزقش في الخشب، وطبعا مظبوطة بميزان مية. هبدأ افضي الريزن على الظهر كله، اوزعه بالستيك الخشب. ده بقى شكل اللاتكس، انا بفكه بيتفك معايا بكل سهولة، وبيمنع ان الريزن لو سيل من الوش ما يلزقش في الظهر، بيبقى عازل بين الريزن اللي هيسيل والريزن بتاع الصينية نفسه، بيتفك معايا بكل سهولة. ده فكته من الكوسترات، وهبدأ افك من الصينية نفسها. ده شكل الظهر خلاص، هبدأ طبعا أفضي على الظهر لاتكس، وزعته بنفس الفكرة الأولى، وكده صبيت على الوش الريزن اللي هي طبقة التلميع. بفضل إن الريزن يبقى تقيل شوية عشان ما يسيلش معايا جامد، وزعه بالراحة خالص في كل الاتجاهات. طبعا أنا غلطت غلطة هنا، المفروض كنت آخد مقاسات المقابض الأول علشان أثبتها في أماكنها، كان أول مرة أعمل الصينية فما كنتش في دماغي خالص موضوع المقابض. بدأت أثبت المقابض بعد ما صبيت، وخدت مقاساتها برضو بالمتر، نفس المسافة اللي أنا سبتها من الاتجاه ده هسيبها من الاتجاه ده في كل مقبض. ده شكلها بقى بعد ما صبيت على الوش كله، بس كان الريزن لسه ما نشفش طبعا. ده شكلها اللي هيبقى الشكل النهائي ان شاء الله. ده بعد ما عدى ال 24 ساعة، وبدأت امسح الوش بالكحول وانضفه كويس. طبعا الحواف بتاعة الصينية جه عليها ريزن، فاضطر ان انا اصنفرها كلها واشيل الاثار الريزن اللي سايل، لاني هصب برضو على الجناب والحواف بتاعتها كلها. هفرد بقى اللاتكس هنا على الوش كله، على كل الوش وكل الظهر،
يعني لو انا صبيت على الحافة وسيل مني ما يلزقش في اي حتة، اللاتكس بيمنع ان الريزن يلزق، الريزن الجديد اللي انا بصب يمنعه يلزق في الريزن اللي هو ناشف. بعدين جبت الصينية وقفتها هصب عليها ريزن تقيل، بس يفضل طبعا ان هو يكون تقيل عشان ما يسيلش مني، وهفرده بالستيك الخشب كده بالراحة خالص. هنا بقى خلاص كلها نشفت، هبدأ افك اللاتكس اللي انا كنت صبه على الوش. زي ما قلنا ده ميزة اللاتكس ان هو بيتفك بكل سهولة، ما بيسيبش اي اثر، بيمنع ان الريزن يلزق في الريزن اللي انا صبه الجديد، يمنعه يلزق في الريزن القديم. ده شكلها كده بعد ما خلصت كلها.